Good morning, girls. Today is Monday, the 22nd of February, and we are going to continue our unit 7, places to go. What is the meaning of places? Places, يعني أماكن. أماكن نذهب عليها. نذهب إليها. يعني مثلا سينما, المكتبة, مول, متحف, ميوزيوم, أماكن نقدر نروح نزورها ونشم الهواء فيها, ممكن بيتش, شاطئ. يعني خلينا نشوف هيك أماكن. كافيه, طبعا أنتم ما بتروحوا على الكافيه, بابا بروح, أو إذا رحت على كافيتيريا. كافيه يعني تاكل سندويش إشي هيك. لايبراري يعني مكتبة, عندي كتب, تقرأ كتب. كتير حلوة المكتبة, ممكن في بعضكم متسجل مكتبة الأقصى. ميوزيوم متحف, يعني إيش بكون في هالمتحف يا ميس؟ يعني بكون في أشياء قديمة وإحنا متفرج عليها, مثلا من قبل 100 سنة أو قبل 200 أو 1000 سنة موجودة, فبنتفرج عليها. بلاي جراوند, ساحة أو منتزه هيك صغير بكونوا حاطينه بين الدور, ساحة سيل ومراجيح بيلعبوا فيها الأولاد, ساحة ملعب. شوبينج مول يعني سوق للتسوق, زي المول, الكنيونات عندنا. سبورتس سنتر, مركز رياضي, مثلا جوا بتلعب على الآلات, عالة المشي, عالة الركض, على رفع الأثقال للشباب, في بسكليتات بتكون. يعني سويمينج بول, بركة سباحة, طبعا في منكم أنا سمعت إنهم متسجلين سباحة فبروحوا على السباحة. أو سينما بتكون في شاشة كبيرة وبعرضوا فيها الأفلام, يعني زي كيف التلفزيون تبعنا بس على شاشة أكبر. هلأ فيش كتير سينميات, بس كان في بالزمنات سينما. طيب كمان مرة نعيدهم, مش تقولي كافيه, قصوا على الإف, كافيه. لايب وقفي, لاي لو اي لاي ويب لايب راري, لايب راري. ميو وقفي, يعني هون هلا لايب نحط هون خط هيك وضيع حي, شايفينه لايبراري. ميو نحط برضو خط, ميوزيوم, ميوزيوم متحف. بلاي جراوند, بلاي لحال وجراوند خدتوها بصف تاني, بلاي جراوند. شوبينج, مركز تسوق, شوبينج مول. سبورتس رياضة سنتر, مركز رياضي. سويمينج بول, بركة سباحة. سينما يعني محل نحضر فيه افلام. listen and read, اليوم الاولاد زهقانين فبقولوا هاي هادي شو اسمها امي وماكس وهولي وليو زهقانين, وين بدنا نروح وين بدنا نروح, فبتقول هولي مام what do you want to do at the weekend, شو بدكم تسووا في عطلة الاسبوع. هولي can we go to the shopping mall, نقدر نروح على مركز التسوق. ليو بقولها oh no خلاص من شان الله زهقنا بدنا محل تاني. ايمي can we go to the sports center, شو رأيكم نروح على المركز الرياضي. ماكس بقولها but we always دائما go to the sports center, بدناش كل مرة تاخدونا عليه زهقتونا فيه. ماكس بقول Can we go to the museum؟ يلا نروح على المتحف لأنه بحب دائما هذا يتعرف على أشياء جديدة. هولي I don't like museums, مش عين المتاحف. ليو we never want to do the same thing, ما بنحب نضلنا نعيد نفس الأشياء. أجل با داد سيربرايز, مفاجأة. I've got tickets, معي تذاكر for the new film, عشان نحضر الفيلم الجديد. At the cinema, at the weekend, يومة العطلة. Amy and Leo صار يقولوا great, عظيم. Max and Holly صار يقولوا wow,
thanks dad. قالت لهم مام so now you want to do the same thing. ما هيكم بدكم تعيدوا نفس الاشي وبدكم تحضروا في السينما واحنا دائما بنحضر في السينما. يعني الام برضو الها تعترض. فهمنا؟ نشوف نحضر هذا الفيديو ونشوف كيف. يا to do at the weekend? Can we go to the shopping mall? Oh no! Can we go to the sports centre? But we always go to the sports centre. Can we go to the museum? I don't like museums. We never want to do the same thing. Surprise! I've got tickets for the new film at the cinema at the weekend. Great! Wow! Thanks, Dad! So now you want to do the same thing.